ما قلت لي كيف تعرفت على سامي؟ هو اللي تعرف علي، مو انا. لما شافني طار العقل تبعه، بس لما شفتك عرفت ليش. عزمني على كاسة شاي وافقت. قال لي اسمه الكامل متعرفته ليش؟ لانه انا قارئ ممتاز، ما في كتاب مو شايف صوره. انت دائما هيك؟ كيف يعني؟ بتاخذ الامور بالمزح والضحك؟ هيك صرت، شخصيتي تطورت وطبيعي انها تتطور. كنت ازعل من العالم، هلا خليت العالم تزعل مني. وبسرعة صرت اصحاب انت وسامي؟ سامي اول واحد بتعامل معه بدون ما امثل. كنت بمنتهى الصراحة والوضوح معه. لما قال لي اسمه الكامل عرفته، ما مستغرب. ليش؟ يوم جيت على الضيعة ما حدا عرف اني كاتب غيرك انت. لا يمكن لانه ما بيعرفوا اسمك بالكامل. قلال اللي ما عرفوا. بس في واحد عرفه كله اكيد. انت بس. طبعا، لانه عندي اختراع اسمه الفتان بيقول كل شيء. هلا انت ليش بتحاول تظهر على غير حقيقتك؟ ما رح اقول لك لتقول لي ليش طلبت انه نقعد مع بعض، وليش تفاجأت كثير لما شفتني. ببساطة قلبي انفتح لك، وحاب بحكي لك كل شيء عندي. هي صحيح مغامرة، بس أنا ماني خايف. وليش؟ ما بعرف. حتى لو رحت لعند أهل الضيعة وقلت لهم ما راح يصدقوني، لأنه عقلاتي على قدي. إنسان مثقف وقارئ مثلك صعب يكون محدود. أنت يا زكي من الناس الأذكياء اللي قابلتهم بحياتي. أنت اللي فيه سببه كبير وصعب حدا يفهمه، وهذا اللي تعبك. يمكن. لا، مو يمكن، أكيد. وحتى أثبت لك إنه مو مجرد حكي، رح صرح لك بمعلومات ما بتنحكى بسهولة. شو هي؟ ليش سكتت؟ هيك تعرفت عليه. وشو هي المعلومات اللي صارحك فيها؟ إذا عن جد حابب تعرفها بحكي لك إياها. شو؟ بدنا نضل هيك كتير؟ مليت؟ لا ابدا، بس انت قلت لي انه في موضوع مهم وحابب تحكي معي فيه، ولهلأ ما حكيت لي شيء. احيانا الواحد يا غسان بيكون بحاجة لصديق يثق فيه، بس بيكون خايف. ومن شو بده يخاف؟ ما قلت لي شو ناوي تعمل هالايام؟ يعني
عم فكر افتح مكتبة قرطاسية ومجلات، عشان هيك طلعت تتمشى سوا؟ لا أنا آسف، أخذت من وقتك كتير. تغريد ما رح تحكي، لو بدها تحكي حكيت من زمان وما ضلت ساكتة لهلا. لا تخاف يا أخي، أنا مو خايف، بس متضايق من حالي. عمري ما حسيت إني صغير لهالدرجة غير قدامها، وتغريد بالتحديد بحب تشوفني أكبر من كل الناس. مشان الله فرحان، هالحكي هذا بيعصبني. إيه أخي، عصبيتك هي سبب كل شيء عم بيصير معنا. لك شو اللي عم بيصير؟ شو هاد؟ أنت من جهة وتغريد من جهة، والصلح يلي ماله طعمة من جهة تانية. لإمتى بتضل حاسس حالي عم بفشل بكل شيء؟ ليش هيك أنا عم بصير معي؟ ما كنت هيك. ناديتك وعرفت انك رح تجي. وانا سمعتك وليكني اجي. بحتاج لك يا سلمى. عيوني لك. تسلم عيونك. شو بك سامي؟ كانه متضايق. انسان حبيته كثير، مو قادر اعمل له شيء رغم انه محتاج لي. مين هو؟ قدم لي خدمه كبيره ولازم رد له جميل، بس حاس بالعجز. لا مو بس هيك، كمان خايف. من شو خايف؟ خايف عليه، وضعه حساس واي تصرف غلط بيأذيه. طيب قل لي من هو. انا كان لازم خبرك من الاول، بس كنت عم استنى الفرصه المناسبه، وهي نحن فيها، ولازم تعرفي يمكن تقدري تساعديني. انت بتعرف انه انا ما رح اتاخر. بس يا سلمى لازم تعرفي كل شيء عني بالأول، كل شيء. ليش؟ في شيء أنا ما بعرفه عنك؟ تغريد بدي احكي معك. نحن ما في بيننا حكي. تغريد، عنا بالبيت قدام كل اخواتي، بوعدك يا تغريد كون صريح وصادق، وبعدها انا جاهز نفذ كل طلباتك، حتى لو قلتي لي سلم حالك للشرطه. استناك يا تغريد، استناك.
طيب، كل شيء قلته معلومات حلوة، وين المشكلة؟ ضل تعرفي ليش أنا هون. صحيح ولا ليش؟ مشان زياد. مين زياد؟ أخوه لزكي. زياد عايش يا سلمى. لا الحمد لله، وضعه أحسن هلا. الحمد لله. أنا ما راح نساله هالمعروض أبدا يا أبو ناجي. أنا مو أبو، أنا اسمي أبو صابر. بيشتغل معك؟ مش في سنة أو أقل شوي، بس بيعتبره مثل ابني. شو كنتوا بتعملوا وقتها؟ بنجمع أعشاب برية وبنبيعها للعطارين. مودي زياد. زياد انت قلت لي اسمه ناجي. انا سميته ناجي. انت من حوالي سنه شفته عند النبعه بين الحياه والموت، ولما اسعفته ما قدر يتذكر شيء. يعني فقدان ذاكره. الحمد لله. أنا تغرير سميته ناجي، خليته يشتغل معي. تغرير؟ لا يا حبيبي،
ها عامل ايه؟ تغريد الظاهر عم ترجع له الذاكرة. لا يا حمدي لا تغلط، لا تغلط ظهر حالك بمشاكل يا حمدي. لا خلاص يا فرحان، خلاص يا فرحان، خلاص تغريد. أنا لازم ساعده ومن بكرة الصبح لازم نزله على الدكتور. سيد سامي عم يغلب حاله على الفاضي. العلاج بياخذ وقت. صار له اسبوع رجاي على الدكتور وما في فايده. اهلين استاذ سامي. اهلين رب. دخلوا لجوا خليه يرتاح. حاضر. لا مالك عليه. أهلي يا عم أبو صابر. أهلين يا ابني. شو شايفك هون؟ أجيت أطمن عليك. لا أطمن. شو قال الدكتور؟ عم بيقول بده شوية وقت. أبو صابر اسمع، أنت اترك لي إياه ورجع لشغلك. أنا بإذن الله ما راح أتركه إلا إذا رجع لحالته الطبيعية. أنت طيب كثير يا أستاذ سامي. أنا مهما عملت ما راح كافيه على اللي عمله معي. امسك هدول. انا ما جيت عشان هيك. هدول بتعتبرهم عربون محبه من ابن لابوه. اخي لو سمحت. معلش بلهم مني. الله يحيي اصلك. واذا احتجت اي شيء بتجي لعندي. ايه انا مو محتاج غير لاخباره بس. باذن الله خير. انا المعلومات اللي سمعتها منه لما كان تعبان بتكفي حتى اقدر امسك بطرف الخيط. لهلا ماسك بطرف الخيط مو قادر اشد. خايف شد اكثر ينقطع. يعني اللي كان يظهر لهم زياد؟ لا هذا زكي. انا اتفقت معه مشان يقوم بهالدور. انا يا سلمى لما دخلت الضيعه كان قصدي اني اسعده، بلكي بتنتعش ذاكرته. بعدين حسيت انه في احتمال كبير انه تعرض لجريمه قتل. سلمى انا لازم اوصل للحقيقه. لازم اسعده، لازم رد له الجميل. انا عن جد حبيته واعتبرته اخ الي. قلبك كبير يا سامي. قولي لي شو اعمل؟ حاسس حالي متمسمر بمكاني، ما عم بقدر بخطي ولا خطوه لقدام. انا ما عم بقدر افكر. اللي سمعته مو معقول. زكي؟ زكي يساعدك؟ زكي؟ ايه زكي. زكي مكسب كبير. وانا صعب اتحمل اني اخسره. الظاهر أنا طماع شوي ما؟ بس اللي صار لزياد مو جريمة صدقني. وكيف عرفتي؟ سلمى، أنت بتعرفي شيء؟ بكرة بقول لك. طمن سامي، أنا معك. بكرة هون بنفس الموعد. خاطر. مع السلامة.
تغريد بدي احكي معك. احنا ما في بيننا حكي. تغريد عنا بالبيت قدام كل اخواتي، بوعدك يا تغريد كون صريح وصادق، وبعدها انا جاهز نفذ كل طلباتك حتى لو قلتي لي سلم حالك للشرطه. استناك يا تغريد، استناك. فرحانة بستناك على النار، شايفة؟ فرحان قلك؟ لا عدي تغريد. ظهر الموضوع خطير. ها وهي سلمى. هيك أحسن. مرحبا. أهلين. أهلين سلمى. عدي سلمى عدي. خير هلأ بنشوف. عدي يلي بتقوله يا تغريد إخواتي بيعرفوه. شوفي يلي حكيته بخصوص زياد الله يرحمه، تغريد كانت شايفة بس ما شافت كل شي صار. تغريد انت ليش ما استنيتي لحتى تشوفي الباقي؟ يلي شفته كان كافي لحتى اموت، مو بس ما يبان الوالد. صدقيني تغريد انا ما دفشته ما دفشته، لما وقع مسك بشي صخره بحجر كبير ما بعرف، حاولت حاولت ساعده بس ما قدرت. بدك ساعدني يا حمدي. زياد زياد مسك منيح يا زياد. حمدي 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 يا حمدي حمدي زياد يا زياد. اديني يا تغريد هذا كل شيء صار. انا جاهز اقوله قدام كل الناس. تغريد لا تزعل منها يا فرحان، انا لو محلها ما بصدق. البيت هذا؟ طيب وينهم؟ اكيد جوا، خلينا نستناهم. ما راح استنى، خليك هون. وين؟ رايح لهم؟ Thank you.
زياد. شو اللي جابك هلا؟ زياد. ايه زياد. عايش؟ ايه عايش، بس ما لازم يعرف شيء. ها تأذي. انا أذي؟ اسمعني منيح، رح احكي لك الحكايه كلياتها، بس طول بالك واسمعني للاخير. اعقال ها؟ شو هذا يا راضي؟ انا ماني مرتاح. وينو سامي؟ بدي افهم شو هذا اللي عم يصير. ما تشغل بالك يا زياد، الشيء اللي عم يصير له سبب واحد. وشو هو؟ كلهم بيحبوك ورايدين لك الخير. مين كلهم؟ اللي شفته بعيني يا زلمه، صعب اقتنع بغيره. يلي شفته ساعتها عايش معي، عم شوفه كل دقيقة وكل لحظة، ما عم يغيب عن بالي أبدا. يا تغريد، فرحان صادق بكل كلمة قالها. صادق؟ طبعا، مين بيشهد العروس؟ كان حاسة إنه لازم بحكي، بس بنفس الوقت خايفة. شو بدك تحكي يا سلمى؟ سامحني يا سامي. شو دخلوا لسامي؟ تغريد، زياد لسه عايش. ايه، بس مريض وبحاجة لمعالجة خاصة. زياد عايش؟ ايه عايش. كيف؟ فاهمين كيف؟ انا شفته وقت اللي سلمى. سلمى انت اكيد ما عم تمزحي معي. سلمى اكيد انت ما عم تكذبي علي. تغريد، كرمالي تحتي. سلمى، سلمى قولي انه عايش، قوليها كمان. مش مشكلة، مو مهم كيف، ما بدي اعرف، بس قوليها كمان. قولي لي انه عايش يا سلمى، قولي لي انه عايش. ايه ايه عايش، بحاجة إليك، بحاجة إلنا كلياتنا. ومشان هيك لازم نعرف كيف نتعامل معه مشان يرجع مثل ما كان. بدي اشوفه، بدي اشوفه. ايه بس لا تبكي. هذا اخي زياد، لك انت عرفان؟ عرفان شو يعني اخي زياد؟ عرفان شو يعني اخوك زياد؟ بتشوفه بس بشرط. ايه انا موافق. احكي احكي. موافق. انت اخي مو اخو له، وجاي تطمن علي انا، مو جاي تطمن علي له. ايه ماشي، موافق. رياض. نعم. تعالي، عندك احساس ومشاعر مثل كل العالم. طلع لي هالإحساس بقى تبعك من الفريزر. الحق علي زياد، طلعت من البيت وما قلت لأهلي لوين رايح. قام إجا أخي سأل سامي على العنوان وإجا. أخي رياض. معلش زياد، ما تواخذه اخي، متفاجئ بالشبه اللي بيني وبينك. معلش اخي، شوي عقلاته على قده. شو هذا اللي عملته؟ بدي اخذه لاحسن دكاتره بالبلد، وإذا ما كان هون لبرا، لأوروبا، لأمريكا، المهم يرجع مثل ما كان، يرجع مثل ما كان يا زكي. لك بيرجع طالما نحن بنحبه ومعه بيرجع، بس أنت هلا ارجع على البيت ودير بالك على حالك، أوعى تعرف أمي بالموضوع، ها بنقلب حالة قلب. يلا توكل. يلا.
وسام يتحمل مشانه كتير. كان كل همه انه يرجع انسان عادي عايش بين اهله وناسه سعيد ومبسوط. سلمى سلمى انا بدي اشوفه. ايه بس كيف؟ ما بعرف بس لازم اشوفه لازم. تغريد لك تغريد تغريد شبكي شبهها شوفي لك شوفي شبهها ما في شي مرت عمو. شلون ما في شو هي عم تبكي؟ مرت عمو انا حاولت اقنعها بفرحان. تقنعيها بمين؟ بفرحان؟ يا اختي ما بدها اخوكي بنتي حره ما بدها اياها. بعدين بدي اسالك في حدا عم يقنعك انك تتجوزي حمدي مع انه حمدي احسن من اخوكي بمئة مره؟ ماما خفتي على احساسها؟ لك شلون هي ما خافت على احساسك؟ اسمعي لقلك بنتي ما بدها اخوكي اللي لو شيلها من راسه ويدور له على وحده تناسبه احسن له. عم تفهمي؟ عجبك هيك؟ معلش ماما ولا يهمك انا رح احكي لابوي. ماما بدي اجاكي تركيني لحالي. طب اسمعي اعمل لك عصير يانسون اليانسون بيهدي لك اعصابك. يا امي ما بدي شيء تركيني لحالي. انا على كل حال رح اعمل واذا ما بدك تشربي انت حره. البيت القديم. شو عم يعمل هنيك؟ قاعد. بتعرف يا عم رياض ذكي تارك فراغ كبير بالبيت. مو هيك بابا؟ انا ما كنت لازم خليه يروح. بتعرفي انه سيرته على كل لسان؟ ذكي؟ ايه ذكي. شو عم يقولوا؟ كلام حلو كتير. كلام غير الموازين. اللي كان بنظرهم اجدب وعقلاته على قده صار بالفهم والذكاء. ذكي طول عمره هيك. بدي اشوفه بدي اشوفه. بس لا تبكي. هذا اخي زياد. بس انت عرفان؟ عرفان شو يعني اخي زياد؟ عرفان شو يعني اخوك زياد؟ بتشوفه بس بشرط. ايه انا موافق. احكي احكي موافق. انت اخي مو اخو له وجاي تطمن علي انا مو جاي تطمن علي له. ايه ماشي موافق. لما يرجع لطبيعته راح يكشف كذبك يا فرحان. ساعتها بيحبس حمدي وفرحان لأنهم حاولوا يقتلوه. لا 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 ما بيعملها من شان خاطري ما بيعملها مع إنهم بيستاهلوا. Thank you.
أهلين رياض، تفضل. خير في شيء؟ أنا وزياد وزكي كنا ثلاث أخوة، هلا صرنا أربعة. أنت إنسان كبير يا سامي، وجميلك معنا صعب إنساه، مستحيل. أنت عرفت وتعلمت منك يلي ما قدرت أتعلمه طول حياتي، في الوقت يلي كنت فكر فيه أني أأذيك وأتخلص منك، كنت أخ لزياد وأخ لي، وأنا ماني عرفان. أنا خجلان منك يا سامي، وخجلان من نفسي، أنا خجلان كتير كتير يا رياض. أنا اللي شايفه بعيونك ندم، ندم على كل شيء، وهذا بكفي. المهم هلا زياد لازم يشفى، بدي أشوف الفرحة في عيون أمي. لما كان يقول لي الدكتور لازم حدا من قرايبه يعرف، بس بشرط تكون ثقتك فيه كبيرة. حسيت بالأول إنه شرط صعب، بس بعد ما تعرفت عليكم منيح حسيت إني غلطان، وعرفت إنه ما رح يثمر غير الحب. كيف بدنا نساعده؟ لا تستعجل يا رياض. كيف ما استعجل؟ زياد لازم يشفى، لازم يرجع لبيته، لازم يرجع لأهله. أهلين عاصم، شلونك حمدي؟ منيح، أنت شلونك؟ الحمد لله خير. إلك عندي خبر محرز بيستاهل كرم كبير منك. خبر محرز؟ سوق لشوف، هاي خمس ليرات احكي. بس الخبر بيستاهل ألوفات. عاصم عم تحكي جد؟ شوف، إذا عم تحكي جد رح أعطيك كل هدول، بس إذا ما عم تحكي جد رح اخذ الخمس ليرات وعيونك بشيلون. الخبر بتعلق بابن ابو رياض زياد. شو؟ فرحان، 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 زياد، زياد عايش. شو؟ ايه عايش وقاعد ببيت سامي كمان. شلون عرفه؟ طيب يا ستي مثل ما بدك. وسامي ما حيزعل، اكيد رح يقدر موقفي. شو رح تقولي لمرت عمي؟ ولا شي، بيجي لعندك بروح نقابله سوا. يا رب يا رب يرضى يخليني اشوفه.
أخيرا. كان قلبي حاسس إنك هون. مو اليوم بس، كل يوم. يا ريت أقدر أجي كل يوم. معقولة أنت هلا قدامي؟ صار لازم أقول لك مبروك. مبروك لإلك كمان. قلي غسان، شو أخبارك؟ أحلى اسم. قولي غسان مرة ثانية. من زمان ما سمعت اسمي على لسانك. ما أنا دائما بقوله. وأنا دائما بسمع. بس مفكر حالي بتخيل. ما أغلاك على قلبي يا غسان. يا الله يا زهور. شو بيحلم بالساعة اللي جمعنا فيها تحت سقف واحد؟ الصعب اللي كنا خايفين منه تحقق. هاي نحن قدرنا نعمل اللي ما قدر يعمله زياد وتغريد. أنا تركت البيت بدون ما حدا يحس. لازم أمشي هلأ. هاي شفتك وطمنت عليك. وأنا كمان ارتحت لما شفتك. شو كنت محتاج لك كتير يا زهور؟